كل هالوي المشاكل اشكو كيف الكلام يا ادري متابعي مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي غادي نحاولوا من خلاله نقربكم من الأجواء ديال الأسواق الشعبية وخاصة في المناطق الجبلية مباشرة. إقبال كبير دائما على الأسماك وخاصة في الأسواق الأسبوعية، لكن في شهر رمضان تزداد الطلب رغم يعني الأثمنة المرتفعة، لكن يعني تبقى المواطن الجبلي من الناس اللي تستاهل كل الأسماك بكل أنواعها وخاصة السردين والشطون والشرن، هذه الأنواع وكذلك السمطة، هذه معروفة هنا الأسماء المعروفة بالسمطة، أشهر واحد هنا في البيع والشراء ديال الأسماك هو الملقب بالجوك محمد الزهري من أبناء المنطقة، التجارة ديالو الأسماك اللي من خلال هذا البث المباشر غادي نتعرفوا على الأثمنة والأنواع اللي عنده كل حاجة بوحديتها، شنو هي الحاجة اللي نهي عليها إقبال وطلب خاصة هذا الشهر الفضيل من بداية شهر رمضان. تنشوفوا الأثمنة ما نزلش على 20 درهم، ما عرفناش شنو السبب والمسببات اللي خلت الأسماك يعني وخاصة السمك ديال الدراوش انه يرتفع في الثمن بزاف، رغم انه جوده مزيانه صراحه وللامانه كما تشوفوا اذا تتابعوا متابعينا ومشاهدينا، ولكن الاثمنه مرتفعه. هي الاجواء ديال الاسواق الاسبوعيه وخاصه في المناطق الجبليه، الاسواق الشعبيه، التقاليد، الثقافه، اشواء. شوف صل عليك رسول الله، رسول الله، رسول الله، شدي هذا الشرجه 400 خويا، لا زيد 400 شي درهم 10 طونطري واش جوك الحوت غالي وحنا غلا منه، الحوت غالي وحنا غلا منه اخويا شوف تيبي انا صاحبنا اخويا تبارك الله عليك، الحوت راه غالي ولكن حنا غلا من الحوت، واخا غالي حنا غلا منه. كيدير الحركه في رمضان؟ ايوا الحركه لا باس بها، متوسطه.
شنو هي الانواع اللي مطلوبه اليوم عند المستهلك؟ المستهلكين اخي كيطلبوا الحوت يكون الطبله ضروري ومؤكد، ما كانش الحوت ما يكونش الصائم الصائم ضروري خصو الحوت. شنو داير الشطور اليوم؟ الشطور اخي اليوم كيبان مزيان، الجوده كاينه، حتى هو الثمن كاين، كيقول لنا 20 درهم قبل كيقولوا 25 درهم، كيقولوا شراوها بس. انا خويا راه غير بائع، انا غير بائع، اللي كيجيبوا الحوت هما اللي كيغليو. قال لك اسيدي الحوت عندهم شري ب 12000، قالوا 60 فرانك، واحد قال 10000، كل واحد واش كيقول. وحنا كنبيعوا واخا يكون هو ما سلك شاري غير السوق هو المعلم، السوق هو مهرس الكرون، كيسواطا من الغلا ومرخا كيسقفزو. الشطور داير 20 حتى 360، هذا 20 درهم. قال لك 7000 ريال هذايا، بانيو كبير مليح هذا. المليح الجوده خاي، ها انت شوف 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 البياض الحبيب، هاك الحوت بالروح هذا. بالروح كيقولوا البياض هذا الحوت، شنو البياض؟ شكون اللي حسن؟ شنو البياض ولا الكحل؟ الكحل زين والبياض زين، كيتسمى الكحل الغده عند الحوت، عاود شري الكحل. يا والله هذا كيراه في الحجر واعر هذاك، والبياض عاود ثاني حتى هو، عاود البياض حتى هو زوين، كل واحد وشنو كيعجبو في الذوق. ربي عطانا من كل شيء جوج، بارك الله. ها البيضاء ها الكحلة، بحال الحوت بحال الكرموس بحال كلش. ماتأثرش عليك رمضان؟ ها رمضان أنا كنأثر عليه، كنخدم ما كنجلسش نفاس. نعم تحية المحسن، وتحية المحسن تا خويا كتعرف تكلم. اجي خويا محسن. أنا رغم انه 20 درهم الحركه، والحركه الناس كيشري واخا راك عارف دراهم منهم شعيرقي. والحوت انت هضرتي قبيله قلنا لك الحوت ضروري، بلا نخشي كل الحوت ولا الشمال مبليين بالحوت، خاصة في رمضان. في رمضان خاصهم ضروري ديك الحوت، راه لا حسب رمضان كيولي كيتوحم الراجل والمراه، اما في الايام العاديه كتكون غير المراه كتوحم، دابا الراجل ولا كلشي يتوحم. والوحم عند الراجل صعيب، خصني هادي خصني هادي خصني هادي. أولا ماشي الصحة السي كوبي، لوحه عند الراجل راه الصحة عند المرا، خصو هادي خصو هادي خصو هادي، ولا سيما الحوت يعني بالطاقة. والله إلا أنت كتصبر في رمضان والراجل والله ما يصبر في الشهية ديالو. خصني هادي خصني الشطون، علاش ما درتي هادي؟ الله يسمح لينا الشيء اللي غنقولو أخويا، والحمد لله اللي سخر لنا هذا. كابيلا 260 أخويا العزيز. احنا السي كوبي راك عارف كان الله ينصر سيدنا. هذا خاي هذايا 400 ريال، خذ على 360. يلاه عمر اش نقول لك، الحوت دابا كيرخص. لا بارك عليكم الله خويا، ما يسلكش على المهم، ما يسلكش. الله ينصر سيدنا محمد السادس نصره الله، اللهم احفظه كما حفظت الذكر الحكيم، اللهم احفظه في ولي عهده الامير مولاي الحسن والامير الجلالي لالا خديجه، وصاحب اللهم احفظ صاحب السمو الملك الامير مولاي رشيد والاسره العلويه الشريفه، اللهم احفظهم يا رب بحفظك الكريم. اخويا مرحبا بك، 400 360 ريال. غزل باش ما نعطلكش انا. مرحبا انا حديثهم غزل الجوك. متابعينا مشاهدينا، هذا هو اشهر حوات هنا بالسوق وبالمنطقه، دائما البشاشه والضحك والاجواء ديال البيع والشراء عنده هكذا، هي دائما ضحك ناشط معاه. هذه 260 كبايله السمطه، 5 دراهم الوحده. امر كبايله اعطيه وصل على النبي يا سيدي، والله صل عليك رسول الله. رغم انه الحوت غالي ولكن جوده كاين المليح صراحه، حوت طري ديال العرايش، بحكم ان المنطقه ديال وزان يعني قريبه من مدينه العرايش، مدينه العرايش يعني من اكبر المرصات اللي كاينه في المملكه، اقبال كبير هنا بالمنطقه، الحركه تبارك الله في الرحبه ديال الحوت هنا بالسوق سيدي رضوان.
فهي ممتلئه بالناس تتقضاو، رغم انه يعني اليوم كاين الثمن مرتفع شي شويه، لكن الناس رغم ذلك تتقضاو. ما يكلمش بلا مائده يوم السبت، وخاصه تزامنا مع السوق الاسبوعي. ما يمكنش شي مائده ديال بنين السراري اليوم ما يكونش فيها الحوت مقلي، وخاصه السردين او الشرن او الشطون. هذو هما الانواع اللي اكثر استهلاكا هنا بالمنطقه، وخاصه الاسواق الاسبوعيه اللي تتعرفها منطقه ديالنا ديال سيدي رضوان والمناطق المجاوره. اليوم حطينا الرحال مع اشهر واحد بيع شراي ديال الاسماك في الاسواق الاسبوعيه، وهو الجوك محمد الزهري الملقب بالجوك. هذه هي الاجواء متابعينا، هي الاجواء متابعينا ومشاهدينا من السوق الاسبوعي. ديان لا يسخر ديال الجوك، لا يسر الامور. وبخير ولا الجوك محيح اليوم؟ مختار تحياتي سعيد حتوم في تروان 4600 تحية خويا، مبروك عباش رمضان كريم مختار طلياني. تحية لكل السادة المشاهدين والمتابعين في كل مكان داخل الوطن وخارج الوطن، أنتم على المباشر متابعينا مشاهدينا من السوق الأسبوعي في سيدي رضوان نواحي وزان. الأسواق الأسبوعية لها خصوصياتها صراحة، الأسواق الأسبوعية أبناء العالم القروي هم اللي تعرفوا الأسواق الأسبوعية وهذه الأجواء متابعينا مشاهدينا. تحية من غبصي، احنا يوم الحوت موجود الجودة هو حوت حسيمة أبو يوسف. لا حتى الحوت ديال العرايش، حتى الحوت ديال العرايش سول عليها السي أبو يوسف. هنا نسولو الجوك، يعني من أشهر الحواتة هنا بالمنطقة، ولا يعني نسولو هنا الحوت ديال المدن اللي تجي فيها الخيرات ديال بلادنا كلها مزيانة الحمد لله والشكر لله عليها يا رب. فتنفتخروا بالخيرات ديال بلادنا والمؤهلات الطبيعية والخيرات البحرية اللي كاينة في بلادنا ولله الحمد، رغم أنه في العالم القروي ما توصل إلا السردين والشطون والشرين والسمطة والكبايلة، لكن يعني في المغرب يعني خيرات كثيرة وكبيرة تبارك الله ما شاء الله، خاصة في الأسماك والرخاويات. فالمدن ديال المملكة والشواطئ ديالنا عامرة بالخيرات تبارك الله، وهذا الثروات البحرية رغم أنه كيف ما قلت في العالم القروي تيجي غير هذه الأنواع، ولكن عنده إقبال ديالو، عنده الناس اللي تبغيوه ضروري. المائدة ديال المواطن الجبلي أو المواطن المستري اليوم عاد كن فيها حاضر الحوت، وخاصة السردين أو الشرن أو الشطون. هذول هما الأنواع اللي متوفرين حاليا في الأسواق، والأثمنة 20 درهم حتى ال 200 13 درهم عفوا، نقولوا 13 درهم. مباشرة من مع أشهر واحد هو محمد الزهري معروف بالجوك. طيب
والثمن بحال بحال العموم ولا كل واحد الثمن ديالو؟ بحال سقيه مغرف واحد. كلم لي الله يسخر لك، ما خرجش بزاف، ما يعاونك الله يسر الامور. كلمة أخيرة، شكرا ودعوك رمضان مبارك. سيكوبي يا ولد، ضربتي شي دورة عاد جات بر الحب 5 دراهم. والله ما كنكذب عليك، راه عارف السوق شنو نقول لك. شوف راه هذا راه كيقولوا السوق مهرس القرون شي شوية كيوقع، راك عارف كيبقى الفائض الحوت كيتلقوا له يتعاونوا. غنخليها انا ترخص ونرجع نتخلص. ايوا رخص وتعاود تسمع الحوت بشحال يعني ولا بصح بصح. يا شكرا رمضان مبارك سعيد. الله يحفظك سيدي. الكلمه الاخيره كسلم على جميع المشاهدين. هذا بيت الحاسب حول السوق. تحيه وتقدير. سمح لنا كاين سوق هذا السوق ما كاينش بحالو، واللي عاد الله يعطيه مصيبه حنا اخطر حواته. تا سيدي متصل هو عادي بالزمن. قلت لك سيدي كنقولوا للجمهور تبارك الله عليكم وتحيه وتقدير، واللي قلنا شي كلمه خاطئه ومسامحه فهمتي ولا. وكنشكروا المشاهدين وكنشكروا جميع المغاربة والمغاربات داخل المغرب وخارج المغرب والمغربيات البنات والنساء. تحية لنا الأم وراء كل رجل عظيم امرأة. فنشكرهم على الحريرة وعلى الصبر ديالهم، والله يعطيهم الصحة والله يزيدهم الصبر. نعم كنعاونها كنغسل لها الحوض وكنعاونها مزيان ونبنيتها عندها الخرجة باش راك عارف وضروري نعاونوها خير. راها أم مرسنا، راه ام يعني اختنا يمانا فيها كلشي يعني كنحترموا لها. انت هادشي العادي الرافو جوك هو جوك جوك هو جوك لابيل محمد الزهري. كيسلم عليكم بيان فيني تو لو مون. بون فواياج، رمضان مبارك سعيد. الى اللقاء الى اللقاء. جوك. هذه الاجواء مشاهدي متابعي قناه شوف تي في من السوق الاسبوعي السبت سيدي رضوان. حاولنا نقربكم من الاجواء وندرتو معكم الاثمنه السوق. هي الاجواء متابعينا مشاهدينا، الاثمنه في غالب الاحيان تكون اثمنه وكذا يعني ما كاينش فرق. سردين مليح هذا تبارك الله. هي مال هضره خايبه، هي مال هضره انا جينا بالحوايج ديال الخط خاطر شي حاجه. ها حنا خرجنا على الوقت. لا ما تفهمنيش. والعيادي بخير ولا حكومة؟ عندك الحرارة اليوم علاش ما درتيش قايطون؟ الحرارة لك العيادي اليوم. دين عنده ثوما، عنده الحار، عنده مجموعة من الأمور. نعم أنت على المباشر مباشرة عبر قناة شوف تي في. تحية لي لك من اشحال دايره انتوما العيادي؟ اخويا هل درت انتوما حنا كنزوب الكيلو 50 درهم واحد. هذا تبيعوها؟ ايوا مع الجوال 55-60 درهم. هذا الحار عاود الميكا. يلا سلبي سلبي نمزو. هاي دخلنا بالاخر. هاي دخلنا. بالدوزين الدنيا هانية. نبدا ما نشرش يا عزيز بلاتي الله يرضى عليك. صافي صافي العيادي ما تلاحظش. مريقل راك هو هذاك. ها هو الحار.
هو الحار حدا مولين الحوت مباشره تتقضى الحوت من هنا تتقضى اللوازم هذه ديالو عاود العطريه والمسائل من هنايا ما عند عمي العيادي مباشره على الهواء ها هو فينا هو ما تخلي حتى سوق العيادي هانا ديك شي مطحون على ال ها لي دا ندوزو صوروا له عمي العيادي هذا الشيء هنايا ها نعم لا يعطيك الصحة برافو شكرا لكم متابعينا مشاهدينا إلى هنا أودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر إن شاء الله في موضوع آخر تحية للجميع ورمضان مبارك سعيد على الجميع ها كوشة لا تحية طيبة وصافي بارك الله عليك الناس يعرفوك بزاف أمي العيادي أنت أشهر واحد في السوق دائما يسولوني عليك تقول لي أحسن ما درت هو صورتنا مع أمي العيادي هي 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 هذه متابعين ها بزاف راسك عندك الجمهور وعندك هذه متابعين أيوا الله يرزقك الله يعاونك عليك الله يرزقك الله يرزقك يا عزيز وهشام الشب اللي تكتب لك التعليق يلاه أوه الصديق الكبير هذه هشام راه المؤلف هذا 20 عام ولا 25 عام دابا هذا الشيء كان خير تحية لكل ساكنة سيدي رضوان كل أبناء الجالية المغربية كل أبناء المنطقة الجبلية تحية لكل المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن كنت معكم في بث مباشر من رحبة الحوت مباشرة من السوق الأسبوعي سبت سيدي رضوان تحية لكل السادة المتابعين والمشاهدين إلى هنا أودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر في موضوع آخر تحية للجميع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته